تقولوا أن هذه ضرورة، يعني بعض المهجرين من بلاد الإسلام مثلا ما معهم جنسية وما معهم جواز، فما يجدون ملجأ وما يجدون حيلة إلا أن يتجنسوا بجنسيات أهل الكفر ويعيشوا في بلاد الإسلام، يعني يصير معه جواز أمريكي مثلا ويعيش بالسعودية. والله هذه مسألة كجواب يعني سريع وعلمي، جوابه معروف، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل صحيح أن أي مسلم ما عنده جواز لا يستطيع أن يعيش إلا في بلاد الكفر؟ إن كان صحيحا الضرورات تبيح المحظورات، أما أنا وكما قلنا آنفا أنا لست رجل مطلع على شروط الجوازات والأسباب التي تؤهل إنسان غريب أن ينال جواز في بلد ما إلى آخره، لذلك أطلق القول فأقول إن صدق هذا القائل بأن هناك ضرورة فأنا أقول الضرورة تبيح المحظورات، أما أنا شخصيا لا أقتنع ولا أوجب على غيري أن لا يقتنع مثلي، لا أقتنع أن هناك يعني ضرورة ملحة للمسلم الذي ليس لديه جواز أنه لا يتمكن من أن يعيش في بلد إسلامي إلا في بلاد الكفر. الله أعلم.